تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض مجدداً. لم يوضح طرف حوار جدة سبب هذا التأجيل، وكذلك الراعي السعودي الذي يواجه خطر الإخفاق الدبلوماسي في مهمة هو اللاعب الإقليمي الأهم فيها بعد خروج الإمارات من عدن. لكن التطورات الميدانية في كل من سقطرى وأبين قد تكون وراء تأجيل التوقيع على اتفاق لطالما رأته سلطة الرئيس هادي قدراً مفروضاً عليها بعد ضربة مؤلمة تلقتها في عدن بسلاح التحالف في أخطر تحرك استهدف وجودها في جنوب البلاد منذ التدخل العسكري لهذا التحالف. ففي سقطرى خرجت مجاميع محسوبة على المجلس الانتقالي وأقامت خياما لها في الشارع الرئيس لمدينة حديبو وفي محيط مقر السلطة المحلية في المدينة، وأبرز مطالبها إقالة محافظ سقطرى وإيقاف إجراءات فرض التأشيرة على زوار الأرخبيل، وهو ما يتطابق مع ما تريده الإمارات لمواصلة عبثها المعهود في هذا الأرخبيل. بدا هؤلاء أقلية بالقياس إلى الإجماع الشعبي حول السلطة المحلية ودعم السلطة الشرعية في سقطرى، لكن خروجهم لم يكن في نظر المراقبين سوى ذريعة لتعطيل التوقيع على اتفاق الرياض. وفي أبين قام الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي أيضا باستحداثات عسكرية في أحور شملت نقاط تفتيش جديدة وإيقاف دوريات تابعة للجيش الوطني، ما تسبب في اندلاع اشتباكات أدت إلى دحر الحزام الأمني من مدينة أحور ومناطق واسعة في جنوب المحافظة، تحركات يراها المراقبون على صلة وثيقة باتفاق الرياض. ورداً على اتهامات طالت الحكومة، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات له لا صحة لما يتردد عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على اتفاق الرياض، ورآها محاولة لخلط الأوراق والإساءة لموقف الحكومة وتضليل الرأي العام على حد تعبيره. ودعا الوزير الإرياني إلى التعامل البناء مع الاتفاق الذي كشف عن أن الحكومة وقعت عليه الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى، وقام بالتوقيع نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بناء على توجيهات من الرئيس عبد الرب منصور هادي وتحت سقف الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعية الثلاث. لا يبدو أن خيار التراجع عن اتفاق الرياض وارد، لكن التحديات التي تعيق التوقيع عليه قوية إلى حد أنها توقع كل هذا الإحراج بالثقل السعودي في الساحة اليمنية.